بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة كل يوم الدوري بيحلو، كل يوم الدوري المنافسة تشتعل على الدوري العام المصري. زمالك النهاردة فاز على سموحة بهدف، يعني مش عارف أقول لحضراتكم إيه، لكن هنحاول نجيب الكابتن سمير عثمان يتكلم على ضربة الجزاء، هل هي ضربة جزاء صحيحة ولا مش صحيحة. ولكن أشياء كثيرة جدا، الدوري حلو، حاجات حلوة، بتشوف مباريات كويسة، بنشوف تنافس شريف على قمة الدوري العام المصري، بنشوف برضو تنافس في القاع ما بين الفرق اللي هتنزل إلى الدرجة الثانية، وتنافس أيضا في وسط الجدول. الحقيقة الجدول كله حلو، تقعد تتفرج على المباريات تبقى مبسوط وانت قاعد بتتفرج على المباريات النهاردة وامبارح وأول امبارح. المباريات الحقيقة خلال الفترة الأخيرة هي مباريات جميلة جدا. الدوري حلو، دوري ما شفناش دوري بهذه السخونة منذ فترة طويلة جدا 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 الحقيقة في الدوري العام المصري خلال السنوات الأخيرة. ولكن حاجة واحدة بس اللي ناقصة، حاجة واحدة بس اللي هي فيها المشكلة كلها، الناس كلها عارفة المشكلة فين، الناس كلها عارفة ايه هي المشكلة. انا هسيبها لحضراتكم تقولولي، بعتولي على صفحة قناة النادي الاهلي قولولي ايه هي المشكلة من وجهة نظركم. مشكلة واحدة بس هي اللي مبوظة شكل الدوري، هي اللي عاملة مشكلة في الدوري العام المصري بمنتهى البساطة. لكن الدوري الفرق كلها بتتنافس، الفرق كلها عندها في مشاكل في الحكام وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، في أشياء كتيرة جدا ممكن نتكلم عنها أثناء المباراة، وده شيء طبيعي يعني. ولكن المشكلة الوحيدة اللي بتؤرق الجميع، أو اللي هي دايما في مشكلة، كل يوم بتلاقي دايما بيحصل المشكلة دي في كل المباريات. الحقيقة كل المباريات دايما بتلاقي في مشكلة واحدة، أنا هسيبها لحضراتكم، ابعتولي قولولي رأيكم إيه في إيه هي المشكلة اللي موجودة في الدوري من وجهة نظركم، عشان برضو لازم نتكلم على هذا الموضوع لأنه موضوع مهم جدا جدا جدا.